مساء الخير لكل الحبايب. خبر حلو للناس اللي عم تنتظر مترجم للفحص النظري، يلي بده يحجز نظري مشان شهادة السواقة. صار بإمكانكم تحجزوا مع مترجم عربي. أصدقائي، حبيت أنا أبشركم أنه صار في مترجمين بالفحص النظري، تحجز نظري مع مترجم. الكل بيعرف أنه ما كان في، سكرت أول شركة، هلأ مش الحال، فبإمكانكم تحجزوا نظري مع مترجم عربي. تمام أصدقائي. هلأ عندي جاني سؤال أنه نحن أيمت فينا نقدم على الأنخفتة؟ الموجودين بهولندا بيعرف شو الأنخفتة أو اليارب خاف، بعتقد هي نفسها. فعم بيقول أنه نحن فينا نقدم عليها بأي وقت كان ولا في وقت محدد؟ طبعا أصدقائي، أنا اللي بعرفه بشهر الثالث بتقدموا عليها، وبعدين إذا بيطلع لك مبلغ فممكن تحصل عليه بشهر الخامس أو السادس، هيك حسب ما أنا بعتقد أو حسب ما بتذكر أنا. فيلي بده يعملها أو يلي ما بيعرف يعملها، فيكم مباشرة تروحوا أو تحكوا مع محاسب، هو اختصاصه هيك أمور، وبيعمل لك إياها. بتتفقوا بيجي لعندك على البيت أو بتتفقوا بشي محل وبيعمل لك الأنخفتة، وبيقول لك وأنت قاعد بيقول لك قديش بيطلع لك. تمام؟ وطبعا هو بياخد شيء رمزي. ف أصدقائي، كان عندي هاي المعلومة. هلأ إجاني سؤال إنه هل ممكن نحن نحصل على موافقة لم الشمل قبل ما يطلع لنا البيت، ولا لازم يطلع لنا البيت بعدين تجينا موافقة لم الشمل؟ لا أصدقائي، ما إله دخل، ما دخل هاي بهاي. أنت ممكن يطلع لك بيت قبل ما تحصل على موافقة لم الشمل، وبالعكس صحيح كمان، يطلع لك تجيك موافقة لم الشمل قبل ما يطلع لك بيت. طيب يلي عم يسأل إنه أنا جاي عائلتي على هولندا بموجب لم الشمل، ونحن لسه ما عند يعني أنا لسه ما عندي بيت، شو بيصير؟ بكل بساطة هن بيجوا لعندك بيقعدوا معك بالكامب قبل ما يطلع لك بيت. كان عندي هالتوضيح أصدقائي، بتمنى يكون كل شيء واضح. لهون خلص الفيديو. ثلاث أسماء كالعادة: أمين باري الحزيفي، محمد دوم، وغريب حسن. كل التحية لهم، لكل متابعين، وتصبحون على ألف خير.